Donc, ta au charme résumé à la désignation des matériaux. Ou deux points. Le devoir de contrôle numéro 1, oui, tu peux faire le devoir de synthèse numéro 1. Donc, dis-moi, le devoir de l'origine, donc, le prophète a désignation de matériaux. N'est-ce pas le troisième ou le bar? Ok? Désignation de matériaux, on acte les cadeaux, les choufons, mais ils vont chez le fan. Donc, le matériau, les métaux, les matériaux, demain, le cas où fait que ce soit le ferreux, le homme, l'hadid ou le fonte. نلقاو لي ماتريو نون فيرو اللي هما الكويفر والالومنيوم دونك يبداو بالا الكويفر يبدا بالسي يو والالومنيوم يبدا بالا ال بي دونك نمشيو للفون نكبر التصوير شوي الفون نلقاو فيه ثلاث انواع دونك سكون ابيل فون اغرافيت لاميلير وهي يوفى بالال لهنا تعرف منطق راني عندك ايه ومعها سكون ابيل اير اير اللي هي ريزيستونس على ريبتور والليميت على ريبتور اوميجا باسكال الفونت مالايابل هذه الفونت مالايابل زوز انواع فما اللي تلقى في بلاصة هنا بي وفما اللي تلقى هنا دوبل في دوبل في هي وايت معناتها كور بلون قلب ابيض هذي وذي البلاك قلب وقح أكور نوار دونك نبداو بالتسميات دونك نجيو لهنا دونك فونت أغرافيت لاميلير دو ريزيستونس à la rupture donc fonte à graphite laminaire de résistance à la rupture RR égale grand R petit R égale 200 mégapascal résistance à la rupture نجيو لي باتو لي باتو كيف كيف دونك فون مالايابل اكور بلون ولا اكور وايت اكور بلون دونك فون مالايابل اكور بلون باش عرفناه اونتر بارونتيز عندك دبل في بغيت دبل في هيك اه ليه هذايا قلنا نوار كور نوار لهنا عندك بلاك بي دو بوان معناتها بلاك بي شعندي اخر لهنا كان جيت باش نحط كتيري لهنا كنجي دبل في تولي واي نجيو لهنا كيف كيف دونك فونت اغرافيت سفيرويدا لان نسينا ما بدلناش هذيا هذي تولي 450 450 وزيدوا معها اي دالون جمون بورسون ا بورسون ايجال 6% 6% تو لاي نجيو لهنا كيف كيف فونت اغرافيت سفيرويدال سفيرويدال
spéroïdale, de résistance à la rupture RR égale à 400 MPa. Il a drainé et l'allongement pour son contrôle C égale 18%. Donc, avec le fond, avec trois définitions, هذا الفونت هذه مشاكل دونك تحاول باش تشد من هذوما باش تفض مشاكل كمان نمشيو توا ليزاسي ليزاسي شنو نلقاو فيهم نلقاو فيهم ليزاسي اللي يقلق في ليزاسي هما التاف الفوقاني قلقوا شوية الباقي ما فيهم حتى شيء عندك الفورتمون الي هذوما والفابلمون الي معناتها ليزاسي الي مخلطين الفوقانيين ماهمش مخلطين واللوطانيين مخلطين فهمتش معناتها خليط اسينو الي معناتها مخلط واسينو الي مش مخلط نبداو واحنا بالمش مخلط في المش مخلط ش عندنا سكور ابيل اسيد يوزاج جينيرال عندك في زوز انواع في الاس والاو دونك تلقاه يبدا بالاس يبدا بالاو كيما هنا هذا اسمه اس 235 وهذا اسمه او 235 كي نبدا بالاس اسمه اسيد يوزاج جينيرال والبورسون والفالور اللي بعده هي فالور دو لا ليميت الاستي دونك جي هنا نحطه بالنسبه للور اسي دوزاج جينيرال دو شنو اسي دوزاج جينيرال دو ار او بس نكملوا الكل قدام ما غير ما نزيدوها اسيد نون الي راه اسمه اسيد يوزاج جينيرال تنجم تزيد معاه نون الي ما ماهيش مشكل فهمتني شوف مادامو شوف مادامو يبدا استعماله عام ما عندوش خصائص معينه حاجتك بهم انت هو ديزا دوزاج جينيرال تصنع بيه طاوله تصنع بيه كرسي ما لازم مش عنده خاصيات ميكانيكيه مثلا يقاوم الليريور مثلا يقاوم الكوروزيون ما عنده حتى تريتمون il n'a subi aucun traitement donc acide d'usage général de RE égale 235 MPa بالنسبه لي اللي هو الـ E 2335 هذا اسمه acide de construction mécanique grade de RE égale 335 MPa. Et les bâtons, tout le monde est moctafa, deux points, mais il faut tout, je vais te voir. Mais pas l'autre, les contacts à préparatoire, tout le monde est à la doma. J'ai une 7 KB, l'STI, tout le monde est à la note, il manque à star sur la doma à ne pas rater. نجيو لهنايا توا لهنايا هذا اسمه اسي بور تريتمون ترميك اش معناتها بور تريتمون ترميك لاسي شوف انا عندنا اسي فابلمون الي واسي فورتمون الي معناتها ديز اسي اللي هو يا مخلط برشا يا مخلط شوي باهي شكون هو لاسي هذا اللي هو هذا فهمتني بور تريتمون ترميك اي فورجاج دونك هذوما زوز تو بعد نوريكم هذه مش مشكل باش نصغر نوريكم باهي هذا اسمه أسينو ألي وديما نزيدو معاه بورسونتاج أون كربون مضروب في 100 أوكي دونك هذا تقسم على 100 تولك 0.4% دونك هذا ستان أسينو ألي دو 0.4% دو كربون أوكي نجيو طاولة السامبول جي اللي هو هذا هذا نزيدوه قبل هذا وقبل هذوما زوز كي نقيد جي معناتها مولي مصنوع بالقالب كيما الاولى هذه باغ اكزومبل شو اسمه جي اس 235 جي اس 235 دونك هذا سيتان كوا اول حاجه تبدا بيه اسينو الي دو شنو دوزاج جينيرال ترجع للستار
شنو نزيدو معاه؟ دو ار او ايجال 235 ميجا باسكال. وهذا جي سي ايجال جي سي 40 اللي هو اسي بور تريتمون assis molé d'usage général. Vous voyez qu'il est assis molé non allié. Pour traitement thermique. Voilà, assis molé pour traitement thermique. Assis non allié. Je dis demain pour traitement, je me fais sécher. Thermique de 0,04% de carbone. Bon, on va aller. فكرت مازال عندك معاهم؟ ما عنينيش هذوما راهو من توا ننصح كان توا لهنا ريتوه ريتوه هذوما الزوز توا لي زاسي فيبلمون الي وفورتمون الي دونك هذوما اصلهم الاصيل جايين من هنا جايين من هنا وجايين من اصلهم الغاد كي يصير تريتمون ترميك يولي عنده الخاصية ينجم يولي عنده الخاصية هذي اوكي نجم نزيدوه من برا نجم نزيدوه من برشا حاجات باه ما عليناش نجيو توا لهنا لي زاسي الي شوف الساهل فيهم هذوما هو الفورتمون الي علاش هو الساهل الفورتمون الي يبدا باكس كل ما تراه اكس راهو فورتمون الي اوكي ونجيو لهنا عندي البورسنتاج ريال هنا لا تقسم ولا تطرح ولا تجمع ولا تعمل حتى شيء جيست رد بالك كلمة الفالور الأولى هذه ديما تقسم على 100 سور 100 نجيو دونك هنا اسي فورتمون الي فورتمون الي de 0,05% de carbone, 18% de chrome et 10% de nickel. أمور كوار هذا أسهل واحد فيهم نجيو توا لهنا باش نعطيكم قمارة حلوة على الأخر ركزوا معايا لهنا دونك نمشيو لهذا اللي يمرج شوية دونك كي نقيت واحد من هذوما أوتوماتيكمون الفالور اللي تلقاها تقسمها على أربعة خاطر هما تلقاهم مضروبين فوق أربعة لهنا أوكي دونك كي نقيت واحد من هذوما تقسم على 10 قول لي انت مشي انا كيفاش نشدو ماذا ما نقول شوف سهل ياسر نعطيك قمار انا جوست نشد الفوقاني شوف شو تقول قمار تقول كريت قفطان من عند نزار لسوا اوكي كريت قفطان من عند نزار لسوا كي نقيت اي واحده من هذوما في الوحدة متاعك اوتوماتيكمون تقسمها على أربعة كيما لهنا هذه موجودة في القمارة دونك الفالور هذه متاعها هي هذه تقسمها على أربعة الام او ماهوش موجود لهنا دونك اوتوماتيكمون نقسمو على ست بيان سور ديما البورسونتاج تاع الكربون نقسمو على 100 وجوك أحلى جو نمشيو لهنا ونجيبو دونك شو اسمو هذا
assis faiblement à lit, de 0,6% de carbone, virgule 8 sur 4, c'est-à-dire 2% de chrome et 7 à la 10, c'est-à-dire de chinois, de molybdène, de molybdène. مولبدين اوكي واضحه القماره واضحه روي لهنا تنجح القماره يا غيث ولا شوف انت لهنا ايش عندك قداش الماتريو عندك لهنا زو فمش واحد منهم موجود لهنا في القماره اللي اعطيته لك اشكونه الكروم الكروم هذه الكربون هذاك ديما فاوميه راهو ديما فاوميه هذا ديما اللي تلقاه سامحني لهنا شنو اسكي فهم دو زيرو الكربون لهنا 30 30 سور 100 قداش سامح 0.3% انا هذه غلطت فيها هذه تقسم على 100 اوكي وتحط الفالور 0.3 اي يعني 0.3 هذه تقسمه على 100 وتحطه لهنا هكا كربون به نجيو تو لهنا عندي النيكيل هذه الفالور نتاعو وعندي الكروم بهذه الفالور نتاعو سمعني لهنا الزوز موجودين النيكيل ليه ليه فما غلطة عملتها راه عندنا النيكيل والكروم والموليبدين عندي ثلاثة اوكي النيكيل موجود والكروم موجود دونك الزوز نقسمهم على أربعة هذه غلطة نتاعي يعني مش مركز انتوما بطبيعتكم تبارك الله ماكوش مركزين معايا 0.2 والاخرى تقسمها على 4 تولي لك 1.6 1.5 سامحني 2 كرو اي كيك تراس نفع معناتها كيكو تراس دو موليبدين الموليبدين هذا حطلوش فالور لهنا الموليبدين ما عندوش حتى فالور لهنا معناتها فيه بورسونتاج مادام يقول لك كيكو تراس معناتها بورسونتاج صغير على الاخر ما يوصلش حتى البوتيتر 0.5 0 حتى 0.5% ما يوصلش اوكي دونك اذا كان لقيت اي فالور موجوده في القمار اللي عطيتها لك في القمارة ذيك ذوما تقيت اي فالور من ذوما تقسمها اوتوماتيكمون على قديش على اربعة فما قيتوش موجود اوتوماتيكمون تقسمو على عشرة واضح به نمشيو بور لي ماتريو نون فيرو تو لي ماتريو نون فيرو ما فيهم حتى شيء نلقاو فيهم الكويفر والالومنيوم الكويفر يبدا بسيو ديجا اش عندي لهنا عندي سيو والالومنيوم يبدا بأ اي وتوجور تاخو هذوما سي سون دي بورسونتاج ريال دونك هذوما تاخذهم كيما هما مثلا اللون دونك سي تان الياج دو كويفر دو 39% دو زنك et 2% et 2% de plomb pour ça va faire regarder alliage d'aluminium 2 4% de cuivre
et quelques traces de magnésium. وجاو كحلجة هذا هو هذا شنو يلزمنا نشدو في الديزينيسيون دو ماتريو دونك هذه بارتي على دو على دو بوان تروا بوان انت والبروف شنو باش يحط دونك ما يلزمهاش ما تتفلتش تعاودهم برشا مرات لين يتصبوا من توا يا غايب متفاهمين ديجا في لهنا كيما لهنا في اكزومبل نلقاو في اكزرسيس تاع ماتريو دونك سي 35 سي او اس ان 8 بي ou ENJJL 200. Donc, le nez qui marque, donc, c'est le châtin et la désignation, ferreux, non ferreux. On est en attaque, désignation, quand est-ce que tu as l'air, le nez, tu as l'air. Ok? Allez, donc, dans le stade, tu peux monter et chadou pour le trabi, donc, le nez, tu as l'air, tu as l'air, note qui fait chez notre attentif. Le féminin. كيفاش معناها مثال ماتريو ميتاليك مع نوفرو الومنيوم ولا الكيبر ولا الياج معناها تعطينا تقول مثال كيما كيما نستخدموها في الكوسيمي مثلا برونز وكويفر يعطينا البرونز لهنا يعطينا سي او اس ان 8 ليتون هو سي او زد ان 15 تنعطيك مارجي كيكوز اكزومبل فكرني تنعطيك كيما في الروبيني يستعملوا في برشا حاجات ها تنعطيك دي زيكزومبل باه فكان المرجي تنعطيك دي زيكزومبل باهي مش قلت في اخر حاجه باش نعطيك سيدي يعاون برشا هيا تو نملو عليك تنبعثوا لك تو في الميساج تو نقول لك حد كيفاش تستعمل دقيقه جيت نسكر لونجيسترومون ونرجع لك